لو شخص يعني مشهور في ليبيا وليه اسمه ووزنه الفني طلع على الشاشة وسبك أو انتقدك وكان شوية يعني كلامه جارح بالنسبة ليك، كيف حتكون ردة فعلك؟ حنطلع على الشاشة وحنسبه وحنسبه سب مبرح. سب مبرح. أكيد شو ما بنقول لما منور صحات والله سبيتني أكيد بنسبه. واحنا مجرد سؤال روح. ما هو هو الأسئلة تسألي فيها أنت، هذا شيء واقع صاير معي. هو بحركاتها لا رياكشن بتاعها خاش حركة. والله ما صارت، ما هو اللي تحكي فيه صاير معي في الحياة الواقعية يا رويدة، أنت تقولي في كلامي مس فيا فعلا، أنا اللي تقولي فيه رو صاير، فهمتي؟ أنت أسفة جدا والله، أنت ما شفتش حركاتها يعني في الاستوديو. هو ما فيش المشكلة، ما يطلعوش على الشاشة اللي يسبوا فيها، ديما ورا الشاشات ومش موجودين بكتب. ده يقولي ينتقدك بشكل مهني انتقاد مش سب، مش مهنيا يعني، أعطاك انتقاد بناء. اسمع أنا انتقدت مسلسل الأيام اللي فاتوا باي ليبيا كلها كلها ناضت، كيف أنت تنتقد المسلسل هذا؟ في العيد صح؟ كيف تنتقد المسلسل هذا؟ مش عاجبهم يسبوا فيا، غلطوا في أمي وغلطوا في أبوي، سبوا لي عيلتي على خاطر إنه أنا انتقدت مسلسل. أنت وياه طول عمركم تنتقدوا فيا، معناها جت علي أنا انتقدت مسلسل واحد يدوي مع معزة بالرسمي، معناها موضوع خيف، فهمت إيه؟ أنا خالط راه في جميع الأجناس من العالم، قصدي مش عاجبني مسلسل حتى قدام التوانسة مثلا ولا قدام التراك ولا كذا، ولكن حتى في تونس كان عندهم مسلسل ونال نجاح كبير اسمه قلب الديب، نفس شفتاش أنا نفس المسلسل اللي أنت انتقدته، مش شفتاش، مش يعني تقصير منه. أنا ليش بحته انتقدته